كتير مننا بيسأل هي ليه قامت الحرب العالمية الأولى؟ يوم 28 يونيو 1914 كانت بداية شرارة الحرب العالمية الأولى. في أثناء زيارة وريث العرش النمساوي الأرشيدوق هو وزوجته لسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، قام 6 من تنظيم اليد السوداء بالتمركز في الشارع اللي هيمر منه الأرشيدوق. وفي الساعة 10:10 صباحا اقتربت سيارة ولي العهد من الشارع اللي هيمر فيه، ألقى واحد فيهم قنبلة على سيارة الأرشيدوق المكشوفة، وتسبب الأمر ده في إصابة ضابط الحراسة وعدد من الناس اللي قدروا بحوالي من 16 إلى 20 مصاب. بعد كده حاولت المجموعة التانية اغتياله، لكن سيارة ولي العهد مرت بسرعة من بعد إلقاء القنبلة الأولى. راح ولي العهد للمستشفى للاطمئنان على الجرحى وبالأخص على ضابط الحراسة. وبعد ساعة من الحادث وفي أثناء عودة ولي العهد من المستشفى، قابل بالصدفة واحد من جماعة اليد السوداء وهو معدي في الشارع، وكان اسمه جافريلو برينسيب. ضرب طلقتين على ولي العهد النمساوي، الأولى جت في رقبته ومات على الفور، والطلقة التانية جت في بطن زوجته صوفي اللي لحقت بيه. ودي كانت بداية اندلاع الحرب العالمية الأولى. في الحلقة الجاية هنعرف ايه علاقة مقتل الأرشيدوق باندلاع الحرب العالمية الأولى.